القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، طبعا اليوم حلقتنا هي راح تكون توزيع كسوة ملابس مع مبالغ مالية، وأيضا كسوة ملابس لأمهات الأيتام. اليوم حلقتنا راح تكون برعاية الحجية الطيبة أم سيف. أم سيف امرأة طيبة من العراق، من بابل اللي هي الحلة. شكرنا وتقديرنا إلى هذه الأمرأة اللي تشعر بآلام الأيتام والفقراء والمحتاجين. فاليوم جمعنا عدد كبير من أخواتي أمهات الأيتام وأيضا مع أطفالهم. اليوم حلقتنا فقط هي للأيتام، فإن شاء الله راح نقدم للأطفال. عندنا ويانا 75 طفل مع 75 بنية أيضا، وأيضا معنا عدد كبير من النساء. راح نقدم لهم اليوم الكسوة مع أيضا مبالغ مالية راح نقدم لهم إن شاء الله. فإذا أعزائي المشاهدين، سوف أتواصل معكم وبرنامج القلوب الرحيمة، لكن بعد هذا الفاصل. القلوب الرحيمة، برنامج إنساني خيري يأتيكم عبر شاشة قناة المهد الفضائية. يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة قدر الإمكان إلى مستحقيها من الأيتام والفقراء والمرضى والمحتاجين، بغية مرضاة الله سبحانه وإسعاد الآخرين من الذين هم بحاجة ماسة إلى موقف ومبادرة. فكونوا تلك القلوب التي تنبض رحمة وإنسانية، وساهموا معنا في إسعاد الناس، فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. القلوب الرحيمة. السلام عليكم حجي. السلام. شلونك؟ استنى. ان شاء الله زينه. امك ام زهراء. ام زهراء، شلونك ام زهراء؟ ان شاء الله زينه. ايش خيرك اختي؟ والله انا ست بنات عندي ايتام هسه، وما صار له 25 يوم توفي، وقاعده هسه بالحواسم. الله اجروا لي 150 اجاره. نعم. داعتك وتعبان. عندك راتب ما عندك؟ رعاية والله ما طالع بعده. وانت قاعده حواسم هاي البيوت من جوا؟ والله حواسم، والله حيل قاعده. يعني عيشتك صعبه وتعبانه. والله مدارس وتعبانه كلش والله. الله يكون بعونك. استريحي ام زهراء. الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، أيضا أم زهراء رجلها صار له 25 يوم متوفي، وعدها بنيات، والناس الطيبة مخليلها بيت بهاي الأراضي المتجاوز عليها. فأيضا اللي يحب يساعدها يتصل علينا على برنامج القلوب الرحيمة إن شاء الله، والله يجزي كل من يساعد يتيم وفقير. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها، كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن سوف أقوم بتوزيع المبالغ المالية، وأيضا هناك ملابس للنساء أمهات الأيتام، وأيضا للأيتام ملابس راح نقدم لهم. ويأتي هذا بفضل الحجية الطيبة أم سيف وأبو سيف من العراق الحلة، وأنتم بدعواتكم ادعوا لها بالخير والصحة والتوفيق، لأن دائما ما تنساكم، وأيضا دعاكم إلى كل من يساهم معنا في برنامج القلوب الرحيم. تيما
تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام 2 شهر متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع المبالغ المالية وأيضا الملابس اللي اليوم قدمناها خصيصا لعوائل الأيتام وتحت رعاية الحجية الطيبة أم سيف وأبو سيف من العراق الحلة. دعواتكم لأم سيف وأبو سيف بالصحة والخير والتوفيق، والله يرزقهم إن شاء الله، والله يخليهم ذخر للأيتام والمحتاجين. اليوم أزيد من 150 طفل حصلوا على ملابس، و60 امرأة أمهات الأيتام أيضا أعطيناهم ملابس شتائية. فإن شاء الله دعواتكم إلى كل من يسعى ويقدم عمل الخير إلى برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، كثيرا من حالات برنامج القلوب الرحيمة تتطلب أن تقفوا معنا. كثير عندنا من الحالات خاصة المرضية، حالات فقر، حالات جوع، حالات حرمان. طبعا كثير من هذه الحالات بحاجة إلى مساندتنا والوقوف معنا من أجل إسعاد هذه العوائل. طبعا ظروف صعبة يمرون بها، وخاصة شريحة الأيتام، طبعا اللي عندها 6 أيتام 7 أيتام، وأغلبهم قاعدين بإيجارات، والإيجارات غالية وما عندهم إمكانية يقدموا هذا البدل الإيجار. طبعا يحتاج لهم إلى طعام، إلى شراب، إلى علاجات، إلى دفع كهرباء، غاز، غيره. فظروفهم صعبة جدا، فنحتاج الوقوف معنا في برنامج القلوب الرحيمة من أجل دعم شريحة الأيتام والمحتاجين في برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة هذه الأرقام فقط مخصصة للمساهمات والتبرعات إلى برنامج القلوب الرحيمة. فقط للي يريد يتبرع ويقدم العون والمساعدة يتصل على البرنامج ويكون صادق. طبعا هو التبرع شجاعة، اللي ينطي مبلغ هو شجاعة، إذا يفوت بشجاعته رأسا يدز المبلغ إن شاء الله يوصل إلى هسه. شفتوا يعني اليوم فرحة الأيتام وفرحة الأطفال لا توصف. فشكرنا وتقديرنا مرة ثانية وثالثة لأم سيف. أم سيف هذه ثاني مرة تسعد العوائل، قدمت للمرضى وقدمت الآن للأيتام، فإن شاء الله مسكنها دار الفرح. وهذا دار الفرح قلنا ما يدخلها غير كل من يفرح أيتام المسلمين. الآن ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية: 00964780100112، أو على الرقم التالي: 00964770566646، أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي: 00964780500525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة.